بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم معنا في رحاب برنامجي والصلح خير. نجتمع بكم بفضل الله تعالى من خلال حلقة جديدة متجددة من هذا البرنامج التفاعلي الذي يتواصل معكم على المباشر في عرض قضاياكم، مشكلاتكم، خلافاتكم، يتمعن فيها ثم يعرض عليكم أفضل وأنجع الحلول، ألا وهو إصلاح ذات البين مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري. مرحبا بكل من يتصل بنا، من يتواصل معنا، ومن يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. مرحبا بالزميلة زينب التي تشاهدونها في أسفل الشاشة، والتي تقوم بترجمة هذا اللقاء إلى لغة الإشارة. وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري، ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة كيف الله. حالك دكتور؟ بخير وأنت بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. إذن دكتور، نتواصل مع المشاهد الكريم من خلال هذه الحلقة التي هي مخصصة للحديث عن قواعد الصلح، وهي القاعدة الثامنة. عنوان هذه الحلقة التزام حدود الشرع. دكتور سعيد، قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، صدق الله العظيم. من خلال هذه الآية سنكتشف القاعدة الثامنة من قواعد الصلح، ألا وهي التزام حدود الله. دكتور سعيد، هي قاعدة مهمة في إنجاح عملية الصلح، أليس كذلك؟ نعم نجات، لا تكفي نية الصلح والإصلاح، بل السائر في طريق الصلح يحتاج إلى مراعاة قواعد وأصول، منها هذه القاعدة الثامنة، نعم. قاعدة التزام حدود الشرع. نعم دكتور، إذن التزام حدود الشرع هو عنوان هذه الحلقة، كما تفضلت قبل قليل مع فضيلة الدكتور سعيد بويزري الرجل المصلح. قاعدة ذهبية سنكتشفها اليوم، وهي القاعدة الثامنة من قواعد الصلح كما ذكرت قبل قليل، التزام حدود الشرع. إذن كيف يلتزم بها الخصوم ورجال الصلح بشكل واضح كأرضية أساسية، والتي تجنب حدوث خصومات بين الخصوم بعد هذه القاعدة أو الالتزام بهذه القاعدة؟ في هذه الحلقة أيضا سنشاهد ونتابع وتكون متابعة لحالة عائلة نعيمة المهددة بالطرد من بيت الورثة، وكنا قد شاهدنا هذا الروبورتاج في إحدى الحلقات التي تتعلق بقواعد الصلح. أذكر فقط العنوان: إزالة الضغوط عن الخصوم. ستكون المتابعة لهذه الحالة بالاتصال بها للنظر في هذه القضية في الإجراءات الجديدة وأين وصلت، خاصة أنها تحتاج إلى بعض الاستشارات القانونية مع فضيلة دكتور سعيد بوزري في برنامجي والصلح خير. ونعود إليك دكتور سعيد. التزام حدود الشرع وهذه هو عنوان هذه الحلقة. في عدة حلقات دكتور سعيد ركزنا على أن الصلح منهاج حياة، وأن حياة المسلم تنظم ضمن الحدود والضوابط التي تقرها الشريعة الغراء. والإنسان الواعي بحدود الشرع دكتور لا يتعدى على أحد، لا يظلم أحدا، ولا يستولي على حقوق الناس. دكتور سعيد، أليس كذلك؟ القاعدة الثامنة من قواعد الصلح، هل يلتزم بها الخصوم ورجال الصلح في جلسة الصلح؟ في بعض الأحيان قد تكون هذه القاعدة يلتزم بها الخصوم شكليا، ثم تعود مرة أخرى النزاعات إلى الواجهة. دكتور، في مجلس الصلح من قناة القرآن الكريم نحن نستمع إليك، تفضل دكتور سعيد. لك الفضل نجات، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بسم الله أسلم أنوان رتدويل تنوان والصلح خير. التزام حدود الشرع هي قاعدة ذهبية، القاعدة الثامنة من قواعد الصلح. لا يمكن أن تنجح عملية الصلح
إلا بالتزام هذه القواعد. نعم. من هذه القاعدة الذهبية التزام حدود الشريعة. لا شك أن المصلحين من جهة والخصوم من جهة أخرى وكذلك سائر الحاضرين من الشهود والخبراء والمساعدين لرجال الصلح، الجميع معني بمراعاة هذه القاعدة الذهبية المهمة في عملية الصلح. نعم. من القواعد المهمة ذات الصلة بهذه القاعدة أن نبل الغايات تقتضي نبل الوسائل، بمعنى أن تنصرف نية الإنسان إلى الصلح. الصلح. نعم. هذه غاية نبيلة، ولكن هذا الأمر يقتضي أمرا آخر. لأن الأمر الأول غير كافي دكتور؟ غير كافي. نعم. لأن نبل الغاية يستوجب نبل الوسيلة، وإلا سيقع الناس في مطبة خطيرة، وهي أن الغايات تبرر الوسائل. الوسائل. نعم. الغاية تبرر الوسيلة. نعم. هذه من القواعد الخطيرة، قاعدة ميكيافيلي، قاعدة خطيرة جدا. كلما نحى إليها الإنسان، نحى نحوها، كلما دمر وخرب وعطل مسيرة الصلح. ولكن من القواعد الذهبية التي تقوي هذه القاعدة الذهبية أن نبل الغايات تقتضي نبل الوسائل. الوسائل. فنبل الوسائل من نبل الغايات، ونبل الغايات من نبل الوسائل. لذلك قاعدة التزام حدود الشرع في عملية الصلح دلت عليها نصوص كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. الذي يتعدى حدود الله هو ظالم لنفسه. ونقرأ في سورة البقرة في الآية 229 قول الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر جملة من الأحكام، بعدما ذكر جملة من الحدود الشرعية، قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. نعم. سورة البقرة الآية 229. إذن كلمة الحدود وردت كثير في القرآن، وردت أيضا في سورة النساء في عدد الآيات، منها الآية 13 والآية 14 من سورة النساء، وكذلك الآية 65 التي تشير إليها بطريقة أخرى. نعم. ربنا يقول في الآية 65 من سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي التزام حدود الشريعة. نعم. التزام الحدود النبوية التي يشرف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حدود شرعية. نعم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. ونقرأ في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته القولية وفي سنته العملية أيضا، أذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي خرجه الإمام الترمذي في سننه، يقول: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، إلى آخر الحديث. الصلح جائز بين المسلمين، مقصد شريف، غاية كبرى. الصلح جائز بين المسلمين. نعم. لوضع حد للنزاع القائم بين الناس. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، إلى آخر الحديث. وهذه الصيغة من الحديث أيضا استثمرها واستخدمها عمر بن الخطاب الفاروق في رسالة القضاء، في دستور القضاء، الرسالة التي
أرسلها إلى إلى أبي موسى موسى الأشعري، الأشعري. نعم، بدأ بهذه القاعدة الذهبية سبحان الله. هكذا. نعم، نعم، يعني ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالة القضاء أو في دستور القضاء. إذن القضاء. كخلاصة القول نقول أن هذه القاعدة تسعفنا في إنجاح عملية الصلح، التزام حدود الشريعة. ربنا قال في سورة الجاثية في الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وما سميت أحكام الشريعة بالشريعة إلا لاستقامة أحكامها وعدم اعوجاجها، لأنها تحقق المقاصد والغايات وتحقق العدل. العدل، نعم. العدل الذي ترنو إليه النفوس الشريفة على وجه الإطلاق. ثم أن الصلح قد يقع بين الناس ولكن بعيدا عن هذه القاعدة. القاعدة، نعم. مثلا شخص مرابي أقرض شخصا آخر مبلغا مقابل فائدة ربوية، نعم، يسلف له مبلغ معين ويقول له نعم لازم تقدم لي 10%، 10% لو طو دانتيري 10%، يعني شرطه هكذا. نعم، ودخلوا في المعاملة هذه. طيب، فتضاعفت هذه الديون، لأن الربا يرهق كواهل المدينين، المدينين، نعم، ويكسب المقرضين أموالا ضخمة ولكنها محرمة. محرمة، طيب، نعم. ولكن بعد مدة هذاك المدين المقترض يشوف الديون زادت عليه وثقل كاهله، ما يخلص، لا يدفع الأقساط المستحقة حسب المتفق عليه مع الدائن المقرض، يتهرب منها، يتهرب، يصير نزاع. هذا النزاع يعرض على رجال الصلح، طيب، فيمتثل هؤلاء الخصوم أمام رجال الصلح. ممكن هنا نعطي مثالين متناقضين. الأول أنه يقولوا المهم تتصالحوا بزاف 10%، وهذاك المدين يقول لي نقصوا، ينقص لي شوية يخليها برك 5%، وبعدين رجال الصح يقول معلش مادام تتصالحوا يعني 5% مليحة راه ساعدك، نقص لك 5%، ويمشيوا على هذا ويتصالحوا ويتسامحوا. الله يبارك، ماذا حصل؟ هذا نموذج سيء. سيء، نعم. لماذا؟ لأنه لم يراعي هذه القاعدة. القاعدة. ولكن الصواب يقول من المنطلق راكم خالفتم الشريعة، لأن الشريعة تمنع هذه المعاملة. الربا محرم شرعا كليا، قليله وكثيره حرام، 10% حرام، 5% حرام، أقل من ذلك حرام. إذن هذا رجال الصلح لابد أن يذكروا الحضور الخصوم بهذه القاعدة، التزام حدود الشرع في عملية الصلح. لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 275: وأحل الله البيع. وحرم الربا. البيع، نعم، هذا مفرد ولكن محلى بأل التعريف، كما يقول تاج الدين السبكي في كتابه، نعم، جمع الجوامع، يقول من صيغ العموم المفرد المحلى بأل التعريف، نعم، التي تفيد الاستغراق. وأحل الله البيع، البيع، وحرم الربا، نعم، سورة البقرة الآية 275، نعم. إذن هنا نقول أن رجال الصلح والخصوم التزموا قاعدة من قواعد الصلح اللي هي التزام حدود الشريعة، نعم، التزام حدود الشرع، نعم، لأن الآية تمنع هذا الربا والأحاديث النبوية تمنع هذه الربا. هذا الربا ما نقولوش المهم يتصالحوا لهم يتفاهموا، هذه الصورة المشرفة، ولكن الطريقة ليست الآن مقبولة. رجال الصلح لازم يكون عندهم طريقة، نعم، طريقة لاستمالة القلوب، يخاطبون القلوب ويخاطبون العقول،
فيرتدع الجميع ويعود الجميع إلى رشده. نعم كل يعود إلى رشده، والعودة إلى الحق أفضل من التمادي في الباطل. ما يجيش هذاك المرابي يقول اتفقنا كنت معايا راجل لازم يكون معك راجل. نعم لا، الشريعة هنا لم تحترم التزام حدود الشريعة، هذا حد من حدود الله. ربنا يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. نعم. الصلح، الحديث، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم، حرم حلالا أو أحل حراما إلى آخر. لازم تذكير رجال الصلح، هذه الخدمة تاعهم، لازم يقنع، يخاطبون العقول ويخاطبون القلوب من أجل إقناعهم بهذا الأمر. نعطي صورة أخرى أيضا. نعم. إذا كان مثلا صار في الاحتكار، مثلا المحتكرون يختلفون في 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 اقتسام الأرباح. الأرباح، نعم. هم محتكرون ولكن اختلفوا، ربما اتفقوا في البداية أن المحتكر الأول يأخذ الثلث والمحتكر الآخر يأخذ السدس والمحتكر الآخر يأخذ كذا النصف مثلا. نعم. واختلفوا في النهاية حينما اجتمعت الأرباح. نعم. بعد عملية الاحتكار فيختلفون ويختصمون ويلجؤون إلى رجال الصلح. ورجال الصلح ماذا يفعلون؟ يحاولون يناقشوا مع المسألة فيعدلون في النسب، يعني في النسب. نعم. في النسب. نعم. هذا خطأ أيضا. خطأ. نعم. قلوا لا، أنتم لم تلتزموا هذه القاعدة. لازم يعرف الجميع بأن من قواعد الشريعة في هذا الموضوع أن الاحتكار مش ممنوع، محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. أتريدون أن تكونوا من الملعونين؟ وهكذا. فطبعا تستخدم طرق عديدة من أجل الإقناع. إذن في النهاية نقول بأن القاعدة هذه هي قاعدة مهمة جدا في إنجاح معاملة الصلح. فإذا التزم المصلحون من جهة والخصوم من جهة أخرى، والتزم الخبراء ومن معهم من قدم يد العون في هذه العملية، عملية الصلح، أولا ربنا سيبارك في هذا الصلح. نعم. عمل البركة، تتنزل البركات، تتنزل الرحمات إذا احترمت حدود الله. من جهة أخرى هؤلاء الخصوم يساعدهم المصلحون. نعم. في 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 التوبة والعودة إلى جادة الحق والصواب. نعم. فالرجوع إلى الحق أفضل من التمادي في الباطل. الباطل. نعم. ثم أن هذه العملية تقرب المصلحين والخصوم إلى الله عز وجل فيرضى عنهم لأنهم التزموا حدود الشريعة. إيجابيات كثيرة هي ثمرات لالتزام هذه القاعدة الشرعية في إنجاح عملية الصلح باللغة القبيلية. تسمحي لي نجاح ملخص مختصر. يثمثن في استمثين إمنين الخير يفرون في لفاس الخير، مركش من يري خصيمان إلا قد طبقا ثاركيس تاقي في دن مسلايا السا إلا قصف كنزاليث شرعيث. ماشي ما مخلف يخصيمان ولا ما مخلف ذي الحرام أم بعد أثن الجن كان ذكي من ذي الحرام أسين المهمة مصالحة المهمة تعيو الشدة. خاطئ. إلى قام ذي من إلى الخير أما ذي خصيما أكن ملان إلى قاسف كنازال إثليسا. الحدود ثيليسا استقبيليث. نعم. وقرن استقبيليث الظرف يوحذيق، الظرف يوحذيق ما إلا قدرنا كن ملان ثيليسا شرعيث أدى تعيو الشدة ودقري ثلويث ربي أذي يرضو فلسن وسنف كل فاركة إلى مصالحني إقلان يرسن يخصي منني إقغلظان ويظلم ويحقر أدوغل نسافر ذي نسلامة ورثكين دما ربسني في كالباركة ذي زمر ثنسن ذي ثذر ثنسن وذي بارك ربي ذي المصالحة
إقدران يرسم. بارك الله فيك دكتور. قاعدة التزام حدود الشرع هل هي القاعدة الأخيرة أم هناك قواعد أخرى نلتزم بها مع المشاهد الكريم ضمن قواعد الصلح المذكورة في الحلقات الماضية؟ نعم، في الحقيقة ركزنا على جملة من القواعد، اليوم شرحنا القاعدة الثامنة، هناك قواعد أخرى لا شك أن سنعود إليها نعم أثناء مناقشتنا للقضايا. نعم نكتفي بهذا، نضع حدا لقواعد الصلح، اكتفينا نعم بشرح 8 قواعد قواعد أساسية، أساسية نعم ولكن هناك قواعد أخرى مقوية مكملة سنشير إليها عارضا أثناء تعرضنا ودراستنا للقضايا التي تعرض على البرنامج نعم بمختلف وسائل التواصل. بارك الله فيك نعم. دكتور. إذن في برنامج والصلح خير أيضا يرافقنا ركن هذه قضيتي، تابعوا معنا. إذن عدنا إليكم والعود أحمد بعد هذا الركن، هذه قضيتي وفي هذه الحلقة تكون متابعة لقضية السيدة نعيمة التي تعاني هي والعائلة من مشكلة الطرد من بيت الورثة. هل الموضوع جاهز سعيد حتى نذكر المشاهد به من خلال الاستوديو؟ طيب ستشاهدون أو ربما تعود ذكرياتكم إلى هذا الروبورتاج الذي أنجزناه خلال الحلقات الماضية، ونحن نتحدث عن قواعد الصلح والتي ستشاهدونه داخل الاستوديو في هذه الشاشة العملاقة. إذن ودكتور نذكر فقط لأننا سنحاول الاتصال بالسيدة نعيمة، هل هي معنا سعيد؟ إذا حالة سيدة نعيمة كما ذكرنا في الحلقة الماضية أنها تعاني من الطرد، المسكن في الأصل قلنا أنه مملوك لديوان الترقية والتسيير العقاري دكتور سعيد، استفاد منه والد زوج نعيمة رحمه الله، وحتى وهكذا بدأ الإشكال حتى تستفيد الأخت من حق البقاء قامت بتحويل عقد الإيجار باسمها، ومن هنا بدأ المشكل. تقول السيدة نعيمة فيه تزوير، الآن سنحاول الاتصال بها السيدة نعيمة لنرى في مجريات هذه القضية. نعيمة أنت موجودة معنا؟ ألو، السلام عليكم نعيمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك نعيمة. بك أهلا. قلت لي قبل قليل يعني في الفترة المسائية دقيقة قلت لي قبل قليل أنه جاءكم يعني إلى البيت المحضر القضائي بتسخيرة بس نعم طرد، ومن المفترض أنكم تطردون غدا إن شاء الله ابتداء من الساعة 9 صباحا. هكذا إذا العائلة تلتمس سيدة نعيمة وقف تنفيذ الحكم إلى غاية الفصل في الدعوة القضائية، يعني قمت اكتب لكم عارضة محامي لأنه الخبر جاءكم في الفترة الصباحية حتى توقفوا غدوة في الشرع. ما هو الجديد؟ الجديد المحضر كان عندنا على الوحدة، يعني منتصف النهار المحضر كان عندكم على الوحدة. نعم نعم نعم. لازم تتحركوا دوكا ولا غدوة الطرد؟ تتحركون الآن وإلا غدا يكون الطرد. يعطيك الصحة. نعم المحامي قدرنا عارضة، قلنا لازم نديروا إشكال في التنفيذ. نعم. لأنه قضية التحقيق مازال ما بانت. نعم، وعلاش مازال ما بانتش نعيمة؟ لازم يكونوا الشهود.
وغيك لو 5 هذا الشهر، لو 5 ديسمبر في قضية طعن في عقد الإيجار. طيب حكم من القاضي باللي يوقف تمثيل التعطل، حتى لأنه كاين شهود وكاين دلائل باللي كان شاغل المكان نعم مع العائلة تاعو، على الزوج تاعي. احنا يعني احنا ما كناش ساكنين معاهم، كنتوا ساكنين معاهم؟ نعم. باقيين غير الشهود يشهدوا، وقال لي مبروك عليكم. اليوم تفاجئنا بالتسخيرة. اليوم تفاجأتوا بالتسخيرة. آخر جلسة بالنسبة لهذه القضية وقتاش كانت نعيمة؟ هذه تاع الشرط تاع اليوم اللي درنا فيها في إشكال في التنفيذ، في التسخيرة الأولى اللي كانت في سبتمبر. نعم. هذه هي طبقتها اليوم. طب تاع اليوم كيف طبقت دكتور؟ ربما الشيخ سعيد بويزري راح يسألك أسئلة لفهم القضية أحسن، وحتى نعم نصل إلى حالة الطرد اللي راكم تعيشوها حاليا. تفضل دكتور نعم سعيد. طيب الأخت نعيمة، إذا أنتم كنتم تسكنون في هذا المسكن يعني، والشهود يشهدون على ذلك هكذا، يا فكرة صح. نعم منذ متى يعني كنتم تشغلون هذا المسكن؟ هو كي رحلوا العائلة تاعو رحل معاهم، كان شاب مش متزوج. اها نعم. كي جيت أنا عرفت مثل هذا الدار يعني 2006. نعم. طيب وتمام، كاين شهود يعني عطينا لهم غير كيما قال لنا المحامي، لازم بطاقة التعريف تاعهم نعم. باش قلنا ندير طلب للرئيس تاع المحكمة ويستقبلهم باش يشهدوا، ومثل ما قال كيحدوا لنا جلسة ومبروك عليكم. مي اليوم تفاجئنا بالتسخيرة، كملت الطرد تاع الإشكال في التنفيذ اللي درناه مع الدخول المدرسي. نعم. يعني اليوم طبقت التسخيرة تاعنا، وغدوة ماما نطردو. مشينا رحنا للمحامي ودرنا عارضة وسجلنا في هذه العشية، درنا كلش في هذه العشية. نعم. غدوة الساعة 11. طيب هو التحقيق لم ينتهي بعد؟ وصارت بخير. نعم. وانتم ما عندكم باش كما قال لك الأستاذ المحامي ديروا إشكال في التنفيذ، إشكال في التنفيذ، هذا هو المخرج. ستسمعين التفاصيل بعد حين إن شاء الله. إن شاء الله. الله. أستاذ حبيت نستشيرك في موضوع. نعم تفضلي. يزيد فضلك الأستاذة، سبق ودرنا محامين وداروا التصريح بتاعهم، ومن على يد البلدية يعني بالإمضاء بكلش. نعم. هادوك الصوب راحت فرهدتهم منا، قالت لهم تشاهدوا سامحني عند التعبير، قالت لهم تشاهدوا نهبطكم، يعني هدتهم خوفتهم منا. طيب هادو طيب. شهود واحد اخرين، انا جبنا 4 شهود مش الاولين اللي راهم ماشيين في واحد القضيه اخرين يعني جدد. التصريح. يعني جدد، يعني الاولين خوفتهم منا وقالوا لنا يا سيدي احمونا نروحوا معكم. قلت لهم انتم طيب توقفوا قدام القاضي وتهضروا، مي خافوا. حبيت نعرف واش نريدوا نديروا استاذ، ربي يحفظك. ستسمعين الجواب ان شاء الله. نعم دكتور، وهي نعم. شكرا 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 نعيمة. وتقول يعني انه رب العائلة ليس له اي مكان يأويه دكتور، وهو دون عمل حاليا، والحياة الاجتماعية كارثية، وتنفيذ الحكم هذا يؤدي به إلى التشرد دكتور سعيد. إذن سينظر فضيلة الدكتور في هذه القضية نعيمة، خاصة بعد أن تم تصوير هذه القضية وقد عرضت للتذكير في برنامج الصلح خير في قواعد الصلح، وستكون المتابعة أكيد بالنسبة لنعيمة. إذن أنتم معنا على المباشر، ستشاهدون في أسفل الشاشة أرقام الهاتف لعرض قضاياكم من خلال هذا المباشر. نعود دكتور إلى قضية أم أنس، وهذا كان اتصال هاتفي بالنسبة ليوم الأربعاء، في صبيحة يوم الأربعاء الماضي. أم أنس تقول أنها تعيش مشكل كبير حدث مع زوجي وابني منذ 4 شهور، يعني تقول هكذا بهذه العبارة، ما يتفهموش كامل. السبب هو زوجي يحب السيطرة على الأولاد،
ويكثر من السيطرة على كل أولاده. قالت أنه قبل عيد الأضحى المبارك خرج وليدها الكبير من الدار في عمره 35 سنة وعنده أولاد، وراح كرا بيت آخر. دكتور بعد ما عرف الزوج تاع أم أنس قال لها ما نسحقش نزيد نشوفه في داري. تقول ما العمل دكتور سعيد؟ أنا يعني أتعذب كثيرا لأنني لم تتح لي الفرصة لكي ألتقي بابني بعد هذا الخلاف الذي نشب بينه وبين الوالد. دكتور. نعم. من دب أم أنس ولا نعيمة دكتور، لأنه كان أول كان تواصل معها من خلال قضيتها. نعم دكتور. نعم الأخت الطرد. نعيمة، أولا للأسف الشديد يعني باش نوصلوا إلى هذا إلى هذه الدرجة ويكون الطرد في هذه الأيام الباردة أيام الشتاء ولم ينتهي التحقيق بعد. نعم. لم ينتهي التحقيق بعد. ما دام التحقيق ساري المفعول وهناك شهود يقدمون شهاداتهم من أجل إبراز الحقيقة، إن المطلوب هو التعاون من أجل تطبيق النصوص الشرعية والقانونية. نعم. لا أحد يتعدى على حقه ويحرم من حقه، كما لا يجوز للإنسان أيضا أن يتعدى على حقوق الآخرين. واليوم تحدثنا عن القاعدة، قاعدة التزام حدود الشريعة، احترام ومراعاة الحدود، هذا الذي يحقق الاستقرار بين الناس، هذا الذي سيحقق السكينة في حياة الناس. أما إذا لم تلتزم الحدود الشرعية ويكون تعدي على حقوق الناس، حقوق هنا الناس. نعم. تكون هناك مظالم ومشكلات. وهذه منها. هذه منها. ثم أنه في هذا السياق ظهر ما ظاهرة تخويف الشهود. تخويف. نعم. هذه كارثة كبيرة جدا، لأن الشهادة في حد ذاتها هي التي تساعد على إبراز الحقيقة. نعم. الشهادة والإشهاد يحفظ الحقوق. فإذا كان الشاهد يخوف فلا يدلي بشهادته. من يقاوم هذا التخويف؟ ربما معظم الناس لا يستطيعون مقاومة هذا التخويف. والشهود دكتور عنصر أساسي، عنصر أساس لإظهار الحقائق في إحقاق الحق وفي إبطال الباطل. نعم. والعكس هو الصحيح، يعني شهود الزور، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام جعلها واعتبر شهادة الزور من الموبقات، من أكبر الكبائر؟ وفي الحديث الصحيح الذي خرجه الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما يقول في نهاية الحديث: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. الصحابة قالوا، كان يكره النبي عليه الصلاة والسلام حتى قلنا ليته سكت. لماذا؟ لأن شهادة الزور تبطل الباطل وتضعف الحق، ولكن المطلوب هو شهادة الحق، هي التي تبرز الحق وتقويه، وهي التي تدحض الباطل. إذن هؤلاء الشهود الذين يخوفون قد يكون هذا هو السبب الرئيس في إبطال الحق. وللأسف الشديد لا يجوز هذا التخويف شرعا. نعم. والشهود كما قالت الأخت نعيمة يطلبون الحماية، وتحدثنا كثيرا عن الحماية التي يجب أن تتقرر للشهود. إذا لم ترافق الحماية الشهود يكون هناك عزوف عن الإشهاد وعن الإدلاء بشهادة الحق. ولكن كما قالك الأستاذ المحامي، الآن المطلوب أمامكم هو هذا الإشكال في التنفيذ. الإشكال في التنفيذ هو الذي يؤخر هذا التنفيذ إلى غاية تمام إجراءات التحقيق وتمكين الإدارة، خاصة الإدارة الترقية اللوبيجي اللي هي ديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل تطبيق القانون الضابط لهذا الأمر. من هم أصحاب الحق فيستفيدون منه
نسأل الله أن يتيسر الأمر إن شاء الله لك يا نعيمة إن وجميع شاء الله. أفراد العائلة نتاعك، وينتهي هذا الإشكال بخير إن شاء إن الله. شاء الله دكتور. نأخذ اتصال من ولاية قسنطينة، يقول سعيد أم خالد. السلام عليكم أم خالد. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أم خالد في برنامج والصلح خير. ومرحبا، وش راكم انتم؟ لاباس؟ الحمد لله دكتور سعيد. الحمد لله الحمد لله الأخت، الحمد لله. ما حبيت هي مشكلتك أم خالد؟ والله شوفي، عن سقسي الدكتور سعيد على مشكلتي مع ولدي. عنده قريب 9 أشهر ملي دار أكسيدان. نعم. وكي دار أكسيدان دركا ودرك ما بنا والو، تعرفي ولدي رايح يبص صافي دار وداسي عند الجدرمية، وكي يروحوا يقولوا لهم الدار الشرع مازال ما جاش، حابين نعرفوا القانون برك كيفاه. طيب كي دار اكسيدون ولدك ام خالد، هو اللي تضرر؟ هو علاه دركا ولدي ما كانش يصاب كي دار صرات طيب. الاكسيدون، كان يشوف في تاكسي. نعم. جا واحد حشاك شارب ضربوا به بالتاكسي. اكرمك الله. نعم. سمحي لي يعني هذه. وكي هلكوا التاكسي راحت خلاص، ورجليه يعني صح الضربه الاولى ضر، ودركا لابس بصح دركا ما بان لنا حتى خبر. يروحوا لذاك يقول ما كانش، يروحوا لدار الشرع مازال ما جاناش من عند الجدرمية. درك طيب. رانا في 8 شهر. راكم في 8 شهور في هذه الحالة. في هذه الحالة هي. طيب دكتور. نعم. تعرفي ولدي هبل طول عاد، ما ياكل ما يشرب ما يخرج، قال لك وش هذا القانون اللي 8 شهر تاكسي راحت، وهو راح ربي لا طيب. راح رجله قريب تقصت، ودركا ما بنا بشفي عليه حتى ان شاء الله. طيب ام خالد، دكتور سعيد راح يسألك بعض الأسئلة باش نفهموا مليح القضية ويسهل عليك بعض الأمور التي ربما تبدو مستعجلة الآن. نعم أم خالد، اسمعي الدكتور. نعم. طيب أم خالد، بعد ارتكاب الحادث طبعا تنقلوا رجال الدرك وداروا الكونستان تاعهم وكل هذا حصل. نعم. داروا كلش وشافوه بيت في السبيطار، ونقولوا هما اللي داروا كلش داروا، وعنده كلش دركا وما كانش يصاب، كان هو يشوف في تاكسي. نعم. طيب. ونسبة العجز نتاعو شحال؟ يعني الخبرة الطبية شحال دارت له نسبة العجز؟ نعم. مادام هو تضرر طبعا بهذا الحادث، شحال كانت البورسونتاج نسبة العجز نتاعو؟ عطاولو 21 يوم. 21 يوم. طيب مضرور أم خالد، مضرور من رجليه ولا من مضرور من رجليه من راسه؟ لا من هو ضرب، هو في النهار الأول ضرب في راسه في كرشه في كل، ومن بعد رجليه قريب 4 شهور باش ارتاح ما نام، على بالك رجله توصلت قريب تتقص، ودوك الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. طيب الأخت أم خالد، إن شاء الله نتواصل معك خارج البرنامج، نحتاج بعض نعم إذا الوثائق كان المتابعة. ستسمعين الجواب الآن. طيب فقط داعي الرقم نتاعك للإخوة. آمين أم خالد، برك خلي رقم البث. تليفونك، خلي رقم تليفونك للزملاء في العارضة التقنية، وراح نتواصل معك بالنسبة لهذه المسائل خاصة التي تتعلق بحوادث المرور. إذا دكتور كملنا مع نعيمة، نعود إلى قضية أم أنس. فقط نعيمة دكتور، بالنسبة لحالات الطرد هذه خاصة كي يكون الزوج ما عندوش وين يروح وتنفذ مثلا، ماذا يفعل؟ هو المشكل ليس في التنفيذ، لأنه إذا كان شخص يحتل منزلا أو مكانا بغير وجه حق، فمن مقتضيات العدالة أن يطرد من ذلك المكان الذي احتله بغير وجه حق. ولكن الإشكال أن يطرد من له حق طبعا، هو يعتبر من الورثة بيقين. نعم. لذلك لابد أن نتعرف على بعد التواصل معها. نعم. إن شاء الله. نعم. لنتعرف على الوثائق ونتعرف على الآن، والمحكمة ستحكم. لذلك هذا الإجراء إشكال في التنفيذ هو إجراء قانوني نعم، إلى غاية تمام التحقيق.
ولا بد من فتح ملف تحقيق بعمق في المسألة، خاصة مع هذه الظاهرة نتاع التخويف، تخويف نعم الشهود، بعد ذلك تطبق القوانين السارية المفعول. المطلوب هو تطبيق القوانين، واحد كي يطبق عليه القانون أحيانا القانون لا يفرح الجميع، نعم. يعني ربما اللي يربح يقول كان ما شاء الله القانون لصالحي، ولكن وهذا الذي أردنا القانونية أن نصل إليه. القاعدة نعم. القانونية نعم. كما هو معروف هي عامة ومجردة، مجردة لا رجل دو دروا جنرال يا بستريت يا بستريت. نعم. المهم تطبق القوانين، ولكن أين يتألم الناس إذا كان شخص يشوف باللي لم تحترم الإجراءات، نعم. ولا هناك بعض الطرق الالتوائية نعم. الاحتيالية، هنا يتألم أكيد. يقول أنا من يحميني، لأنه أحتاج إلى من يحميني، نعم. يحيى العدل، هذا هو المطلوب، وعملية إقامة العدل بين الناس هي واجبنا جميعا، واجبنا جميعا، لأنه هناك قضاة، هناك مساعد القضاء القضاة، هناك خبراء، هناك محققون، هناك قوانين، هناك كل هذا الأمر ليس هينا بصراحة، نعم. يعني نعم. لذلك الكثير من الناس الآن يتألمون كثيرا، والكثير منهم يلجؤون إلى الصلح هروبا من أروقة القضاء، طبعا لا ننقص نعم. من قدر القضاء على وجه الإطلاق، أكيد. وفي كل مرة نكرر إن مجالس الصلح ليست بديلا عن القضاء، نعم. إن مجالس الصلح التي يشرف عليها رجال ونساء الصلح ليست بديلا عن القضاء، بل نثمن باستمرار التعاون المثمر بين مجالس الصلح ومؤسسات الصلح من جهة ورجال القضاء. ولكن في الوقت نفسه ننبه إلى أمر، هذا التنبيه ينصرف إلى الجميع، إلى رجال الصلح وإلى رجال القضاء، الشر أنواع الظلم العدالة البطيئة. نعم، وقد وضحت الأمور حتى نفهم أن القانون صارم أيضا. نعم. دكتور، وممتاز أنه تكون فيه استشارات قانونية لنثمن الثقافة القانونية لدى المواطن الجزائري. سمرة من بومردة، السلام عليكم. سمرة، السلام عليكم أختي الكريمة. السلام عليكم أختي نجاة. مرحبا بك مع الشيخ. مرحبا سمرة، وشكرا لكم على الحصة القيمة. العفو، نحن في الخدمة. مشكلتك ولا قضيتك سمرة نحن نستمع إليك. حبيت نهضر مع الشيخ. نعم تفضلي تفضلي. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجازيكم على هذا الحصة. الله يسلمك. نقول لكم هذا الحصة يعني المكان رجال مناسب في المكان المناسب. بارك الله فيك. شكرا لكم. كلكم في الخدمة من قناة القرآن الكريم. تفضلي. شيخنا والله غير عندي واحد مشكلة. مشكلة نعم، ما هي؟ جاوبني هكذا على التليفون. باسكو أنا مانيش في داري ومانيش نتفرج على التلفزيون. طيب. خلاص طيب. تفضلي إذا. تفضلي. أنا عندي كان عندي أخ. ومن بعد الأخ هذاك ميت. توفي يا ربي يرحمه. اه قبل ما يموت تزوج وعنده طفلة، ومن بعد طلق مرتو عاود هذاك تزوج، ومن بعد كي عاود ولات سمرة تزوج وعنده طفلة. نعم زوجة طلق زوجته قبل ما يموت. ايه طلقها قبل ما يموت. طيب. ومن بعد عاود ولات ليه، عاود مات هذاك الرجل تزوجت مع هذيك المرأة عاود ولات الأخي هذا. عاود تزوجها من جديد. هاي عاود تزوجها من جديد. ومن بعد كي ولات دار أخي خويا لاكسيدا ومات. ومن بعد كي مات عاودت المرأة هذاك تزوجت مع رجل واحد آخر، دوكا راهي في الدار واحدة أخرى. بنتها تزوجت وهي راهي أرملة، والشيخ هذاك اللي تزوجت معاه مات ثانية. المهم راهي دوكا أرملة الرجل واحد آخر في دار هذاك الراجل. كيف الجملة الأخيرة هذه؟ ما عاود تزوج برجل ورجل هذاك مات. مات هي عاود تزوج. هي والآن كي مات خويا عاود تزوج. هذه فهمناها. الآن هي أرملة الآن.
هي أرملة رجل واحدة أخرى راهي عايشة في دار هذيك الراجل. ومن بعد حنا نحوسوا على الوار رجل سمرة سمرة قلتي هي عايشة في دار هذاك الرجل، من الرجل بما أنه هذا الرجل توفى اللي تزوج بها؟ هي هي المهم بصح كما نقولوا راهي في حرمة رجل واحدة أخرى. حرمة من؟ والد أخ؟ في الرجل هذا اللي تزوجت معاه. ومن مات قبل ما تزوج مع هذا؟ تعودي خي مات. طيب سمرة كان عندك أخ تزوج بزوج تزوج بمرأة وبعد توفى الأخ تاعك ربي يرحمه. خاطي لا قلت لك تزوج ومن بعد طلقها زوجته ومن بعد هي تزوجت برجل آخر. شكرا. وبعدين مات ذلك الرجل. شكرا. وبعد خوك زاد عاود تزوجها. شكرا. ومن بعد مات وخلاها زوجة. مات مات وخلاها زوجة بس عاود تزوج. خلاص بعد ما مات خوك المهم هي على عصمته. بس عاود تزوج. بحالي ليهم ليهم المهم كي مات خوك كانت على عصمته. كانت في العصمة نتاع خوك. خلاص إلى حد الآن فهمناها. كيما تخوك هي عاودت زوجت بواحد اخر. ايه تسمى هي ولات بالفتحه ماشي بالكواغط عنده ماشي بالعقد. الخوك؟ ايه كي عاودت ولات خويا عاودت بالعقد ماشي هذه نقطة مهمة. نعم. بالفتحة ماشي بالعقد. هذه نقطة مهمة. أيوا. ايه ومن بعد نحبوا نحبسوا دوكا على الورق. أنا حنايا عندي القانون تاع ربي قبل القانون تاع العبد. ايه. أكيد. نحوسوا على الورث هذا اسك تسير في الورث لا ولا لا لا ولا ما تسالش. بارك طيب. الله فيك دونك فهمنا هذا سؤال مهم. يعني خوك كي مات الله يرحمه واش خلى بنته وخلى زوجته والطفله ويماه. هي خلى زوجته اللي تزوجها بالفاتحه. ها وخلى يماه والطفله. ها هي الطفله وزوجته ويماه ثلاثه. هذا ما كان. لا هذا مات. وانتيا؟ لا هذه حاجه واحده اخرى. قصدت نفسها. احنا المشكل تاعنا مع زوجته تمكي او تتزوج. لا انت هذا اللي مات خوك. اي بصح غاز بصح معليش تما احنا نحوسوا هذو تما القوانين كاع باينين تما نحوسوا على المراه تاعو كي عاود تتزوج. انت على بالك انت وارثه؟ ايه على بالي. خلاص الحمد لله صافي مالا. انتم صافي السؤال على زوجته خلاص واضح السؤال خمم في ميراث واضح 100%. نعم شكرا. اذا دكتور سمرة تحب الجواب عن طريق ان كان في اشاره سهله نجاوبك الان. تحبي يجاوب في البرنامج ولا يجاوبك في اللي يتصل بك لانه راك تقول لا دوكا بس كان ماشي في داري راني في دار واحده اخرى. طيب اقعدي في الاتصال خوك الله يرحمه كي مات من الناحيه الشرعيه مادام الزوجة نتاعو تزوجها بالفاتحة والفاتحة هي عقد شرعي. شكرا. في نظر الشريعة الإسلامية بل حتى القانون الجزائري لو كان تحب الآن تسجلوا ولو مات زوجك زوجها طبقا للقانون 84/11 المادة 22. جيد. اذا كان يعني ولكن مادام انتم راكم تطبقوا الشريعه الله يبارك تورث بلا ما تدير عقد الزواج تولي المراه هذه نتاع زوجته اللي خلاها بالفاتحه ترث الثمن 1/8 وبنته عندها النصف ويماه عندها السدس وانت الاخت الشقيقه عندك الباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث. نعم. لوجود البنت اذا هذه الزوجه تورث تارثه بنتي تارث. نعم الحمد لله ربي يجازيكم بارك الله فيك هذا المشكل. الحمد لله سمرة الحمد لله ربي يجازيكم وربي يقدركم. امين ان شاء الله. اجمعين سمرة. أم خالد من قسنطينة دكتور بالنسبة لي أم أنس نعم أم أنس بالنسبة لمشكل كبير الذي حدث زوجها ووليدها دكتور يا أم أنس أولا
المشكل هذا اللي يحصل بين زوجك وبين وليدك نعم وصل ويحدث إلى كثيرا غاية دكتور الطرد والخروج من البيت، والله لا أمر محزن. مؤسف. أن نعم. يختلف الأب مع ابنه أمر طبيعي في كل مرة نكرر، ربي سبحانه اللي خلقنا ما قالش ما تختلفوش. نعم. قال الله يهديكم كي تختلفوا رجعوا لكلام ربي ونبي، أو سمعتوا الآية الآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن سبق في علم الله أن الخلاف يقع حتما بين الناس في هذه الدنيا الفانية، ولكن ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآن واش نقول لك؟ يعني أنت تتألمين ونحن نتألم معك. المطلوب شوفي الناس المؤمنين العقال أهل الخير والصلاح الأئمة اللي باش يتوسطوا لزوجك، أنت ما قدرتيش تفريها، حنا دورنا هنا نوجه ونرشد أنه يدخلوا الناس لازم يدخلوا الناس على باش يولي زوجك هذا يعرف باللي هذا وليده، ربي وصاه على وليده، ربي قال يوصيكم الله في أولادكم، ربي وصي يتكلم مع الوالدين وصاهم على أولادهم، أيضا وصى الأولاد باش يقادروا يحترموا الوالدين، وربي قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا هو التوازن، هكذا يتحقق التوازن بين الوالدين من جهة وبين ولادهم من جهة، من جهة أخرى. لا هذا يتعدى على الآخر لا هذا يتعدى على الآخر، هكذا يكون استقرار. صار خلاف يتفاوضوا يتكلموا يتحاوروا، أو ذكرنا الحوار قاعدة من قواعد الصلح، نعم. التنازل إذا كان لازم الأخ يعني الإبن هذا يتنازل عن بعض الأمور باش يحافظ على القدر نتاع باباه ويحافظ، هذا مطلوب، ولكن شكون اللي يدير هذا العمل؟ لازم رجال الصلح اللي يدخلوا بيناتهم باش يقنعوا زوجك ويقنعوا وليدك ويجمعوهم في جلسة صلح، إن شاء الله ربي ألف بينهما ويصلح ذات بينهما. وما كانش مشكلة يا أم أنس ما عندهاش حل، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أحيانا هذه الإرادة تتخلف، كان اللي ما يقبلش يقولك لا خليها، نعم خليها تكمل هك. لازم هذوك رجال الصلح هما اللي يتوسطوا باش يقنعوا الطرفين إلى جلسة نتاع حوار بينهم والصلح، وإن شاء الله ربي يجيب الخير. ربي سبحانه هو اللي ينزل الرحمة في القلوب إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور من أم خالد من قسنطينة، دكتور سعيد، اللي تقول عندها وليدها يعني دار حادث مرور منذ شهور، ولكن يبدو أن المسائل القانونية لم تؤخذ بعين الاعتبار، هكذا تقول هي، تبحث عن وضوح دكتور بالنسبة نعم. لقضية أم خالد من قسنطينة. أولا يا أم خالد الحمد لله على السلامة، لأنه كل ما تصرى مصيبة بعيد الشر، كل ما تصرى كارثة كما هذه نقول الحمد لله الذي قدر ولطف، إن شاء الله ربي يعافيه، إن شاء الله نسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية. مادام كما قلتي الكونستا لصالحه، ولكن المشكلة مرة أخرى نقول تأخر وتعطل الإجراءات. نعم. يعني هذا البطء هذا التباطؤ هذه ظاهرة سلبية، ظاهرة مقلقة جدا. أنا أدعو من هذا المقام كل الناس المعنيين والمصالح المعنية، نقولهم كل واحد يجتهد يجتهد باش يعطي الحقوق إلى أصحابها. هذا الشاب راه أصيب في هذا الحادث وراه مظلوم وراه يعاني من الأذى ومن الألم، ربما يعالج حتى الآن دكتور، يعني علاش يعني يتضرر بسبب هذا التباطؤ؟ لأنه التباطؤ هذا يؤلمه أكثر أكثر من الألم الأول. ممكن هذاك الألم يقول يعني غلطت ونساه مش عارف فيه، ولا هذاك الإنسان يعني ربي يهديه ما احترمش قواعد المرور ولا قواعد الشريعة لأنه تناول ما حرم الله، ولكن
حصل ما حصل وطيب، والباقي والباقي ندار الكوستا انتهى 9 شهور، 9 شهور ومازال هو صاحب حقوق. نعم. وكان في حوادث سير، عندنا قوانين اولا تعطي الحقوق بعد اجراء الخبره ومعرفه نسبه العجز الى اخره، تكون حقوق ماديه وتعويضات، تعويضات مستحقه دكتور شرعا وقانونا. في تقييمكم لهذه المسائل كم حسب التجربه فضيله الدكتور سعيد، يعني كم تاخذ هذه المسائل شهرين. كم من وقت؟ اقصى حد شهرين، ليست 9 شهور دكتور. لكن 9 شهور كثير يعني جدا. نعم كثير جدا، خاصه كما قالت الاخت ام خالد في الصوره واضحة. نعم لانه كاين الاكسبرتيز، كاين محضر اللي ندار في الحادث، يعني تبين شكون ظالم شكون المظلوم، وتبينت شحال الاضرار من اجل جبر هذه الاضرار، والخبرات الطبيه دارت يعني كل شيء، ولكن لماذا؟ وهذا الذي المه كثيرا. نعم. تحدثت بهذه اللغه لانه اعلم علم اليقين ان الانسان كيشوف حقوقه مهضومه او حقوقه يعني تاخرت باش توصلوا، هذا امر مؤلم وامر محزن للغايه، قد يعيش حاله ياس ايضا. نعم، ونسال الله العفو والعافيه، لانه يقال في المثل الياس احدى الراحتين، ولكن هنا يعني راح عايش حاله مش مليحه تماما. نعم، المطلوب هو الفاعليه، الافيكاسيتي. اذا كان ملف سبحان الله موجود في 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 في, في, في اداره معينه، لماذا يبقى هنا يمكث هنا شهور وشهور؟ لابد ان يتحرك. نعم. من الى من من مكتب الى مكتب باش تصل الحقوق الى اصحابها. لماذا البلوكاج هذا هذا التعطيل لمصالح الناس؟ وقد قلنا قبل حين شر انواع الظلم العداله البطيئه. نعم. وكاين الناس اللي ماتوا مازال ما داوش حقوقهم. حقوقهم نعم. يعني هذا امر محزن. هذا الكلام اقوله لنا جميعا. لا يستثنى احد من هذا الكلام. كلنا معنيون. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. عندنا كامل المسؤوليه، كل واحد يخدم خدمته. كل واحد يخدم خدمته. لذلك المطلوب يا ام خالد انه لازم ان شاء الله لا يضيع حق وراءه طالب. اما هو اللي يجري، ولا شوفوا اي واحد من العائله. ولا اي واحد محسن اهل الخير يتواصل مع المصالح المعنية من أجل تحريك الملف. لازم من أجل تفعيل هذه القضية باش وليدك خالد ينال حقوقه، وإن شاء الله ما يأسش من رحمة الله، ويتكل على ربي إن شاء الله، والناس أهل الخير اللي يسمعونا إن شاء الله يعاونوه، وإن شاء الله لا يضيع حق وراءه طالب. نعم دكتور، في سياق الحديث عن قضية أم خالد، قد ييأس البعض من هذه العدالة البطيئة التي ذكرت قبل قليل وأشرت إلى هذه المشكلة، ولكن دكتور هناك جانب أيضا بيروقراطية أيضا في التعامل مع هذه الملفات دكتور سعيد، يعني يأخذ وقت كثير أو يأخذ يعني وقت طويل بالنسبة لهذه القضايا. فالبيروقراطية هي أصلا أداة من أدوات العرقلة والتباطؤ. نعم. في إحقاق الحق وفي إيصال الحقوق إلى أصحابها. نعم. في النهاية نقول نتقي الله. نعم. نتقي الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت. مش الإنسان كي يكون بطال وما يكونش خدام يعني تشرئب نفسه إلى العدالة وإلى نعم. خدمة الصالح العام. ولكن حينما ينال منصبا، خاصة في منصبا من منصب مسؤول، بعد ذلك يعطل مصالح الناس. نعم. وتعطيل مصالح الناس إثم كبير، نسأل الله العفو والعافية. بارك الله فيك دكتور، وهذه رسائل يختم بها فضيلة الدكتور سعيد بويزري هذه الحلقة، وهي رسائل مهمة جدا. إذا نلتقي بكم خلال الحلقة المقبلة بحول الله تعالى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.